هات محمد عمار دبر حالك
صوتك عالي ومستوطنين للرد على جرائم الاحتلال، للرد على جرائم الاحتلال الاسرائيلي. فلن نبقى نشيع الشهداء، فلن الحق في الدفاع عن انفسنا، فلن الحق في الدفاع عن انفسنا. فلكل فعل قد فعل، فهذه الجريمه لن تمر بدون عقاب، لن تمر بدون عقاب. ونقول للاحتلال انك واهم، واهم اذا اعتقدت انك ستناله من إرادة وجبروت هذا الشعب. سنستمر في المقاومة ضد قطعان المستوطنين، ضد كل عصران المستوطنين، تلك الكلاب الضالة التي فتحت أنيابها على شعبنا الفلسطيني من خلال التعدي على الطرقات الرئيسية وعلى كورانا. لكل شعبنا العظيم بعد 74 عاما من الاحتلال نقول أننا سنستمر صامدون في مقاومتنا حتى نيل الحرية والاستقلال، حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. ولا بديل عن القدس، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومصر الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقبل أن أختم، قسما بدمائك يا أبو هاني ودماء كل الشهداء ومعاناة أسرانا في سجون الاحتلال، أننا سنكون الأوفياء لدمائكم ومعاناتكم، ونستمر في مقاومتنا بكل أشكال المقاومة ضد الاحتلال ومن يقف مع الاحتلال، حتى نرفع علم فلسطين كما كان يقول الشهيد ياسر عرفات فوق مآذن القدس وكنائس القدس وأسوار القدس، ونصلي في الساحات معا وهي محررة بإذن الله تعالى. الرحمة للشهيد البطل أبو هاني ولكل الشهداء الأقرب منا جميعا، والحرية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، والخزي والعار للاحتلال ولأمريكا ولأعوان أمريكا ولكل من يقف على الاحتلال. وإنها لثورة، حتى النصر، حتى النصر، حتى النصر. يعطيك العافية حاج موفق. أما الآن ننتقل مع كلمة العضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف، فليتفضل مسموح. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. نودع اليوم شهيد جديد على طريق ما يسقط من شهداء شعبنا الفلسطيني ويرتخوا إلى العلا على أيدي جيش الاحتلال ومستوطنيه وحكومته اليمينية المتطرفة والإرهابية. الشهيد عمر أسعد أبو هاني اليوم ونحن نودعه، نقول أن هذا الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال ومستوطنيه لابد أن يكون هناك رد فعل منا نحن كفلسطينيين في مواجهة هؤلاء قطعان المستوطنين، في مواجهة حواجزه العسكرية، في مواجهة مستوطناته الاستعمارية، وأيضا من أجل التمسك بحقوقنا وثوابتنا واستمرار مقاومتنا وكفاحنا. هذه المقاومة لن تسقط ولن تنكسر إرادة شعبنا بسقوط شهيد أو سيل من الدماء، كما كان الاحتلال يعتقد أنه يمكن أن يكسر هذه الإرادة. التنكيل الذي جرى بهذا الشهيد المسن في هذه البلدة التي نعتز بها وبشهدائها وبجرحاها وبأسراها، نقول أن هذه التضحيات جميعا لن تذهب هدرا، بالعكس من ذلك تماما، دماء الشهيد الذي سقط في هذه البلدة ستبقى وقودا لاستمرار مقاومتنا وكفاحنا، ولأيضا تدق كل نواقيس وأجراس العالم من أجل التأكيد على أنه لابد أن يطلع في دوره من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، من أجل محاكمة الاحتلال على هذه الجرائم المتصاعدة التي يقوم بها في محاولة كسر هذه الإرادة، هذه الإرادة لشعبنا الصامد على هذه الأرض، كما كان أبو هاني الذي كان صامد في بلدته من أجل الحصول على المواطنة وهو يحمل الجواز الأمريكي، ولم ينسى مواطنته في فلسطين التي لن تكون سوى حرة أبية خالية من الاحتلال والاستيطان والمستعمرين. هذه الإرادة التي جسدها أبو هاني وجسدها سيل من دماء شهدائنا والأسرى الأبطال في زنازين الاحتلال الذين جسدوا
أسطورة الصمود والتحدي، كما هو أسيرنا البطل ناصر أبو حميد الذي يضرب أمثولة في الصمود والتحدي، وعائلته ووالدته التي تعطي مزيدا من الإرادة والصمود لكل أبناء شعبنا في الوطن وفي كل مخيمات اللجوء والشتات ولكل أحرار العالم. نقول اليوم نحن لا نحتاج الموقف الأمريكي الذي يتحدث عن تشكيل لجنة تحقيق. سياسة القتل والتصفية المستمرة لجيش الاحتلال هي أكبر دليل أمام كاميرات التلفزة وأمام شاشات العالم الذي يتناقل كيف يقوم الاحتلال بالإعدامات الميدانية. هذا الأمر الذي يتطلب وقوف المؤسسات القانونية والدولية بالاطلاع في دورها من أجل وقف هذه المجازر وما يرتكبه الاحتلال من عدوان وجرائم ضد شعبنا الفلسطيني. لا يجوز أن يبقى الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالاحتلال. ونقول اليوم أيضا صرخة مدوية من هنا على المحكمة الجنائية الدولية أن تسرع من آليات عملها لمحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم ولقطع الطريق على مواصلة ذلك. لن يفيد لا الموقف الأمريكي الداعم من الاحتلال ولا التصعيد العدواني والإجرامي الذي يقوم به الاحتلال إرادة شعبنا الفلسطيني بالتمسك بالحقوق والثوابت والمقاومة. ستستمر من أجل الوصول إلى الحرية والاستقلال. المجد، كل المجد للشهيد عمر أسعد أبو هاني ولكل شهداء شعبنا الفلسطيني الذين مضوا على درب الحرية والانتصار. الحرية لهؤلاء الأسرى الأبطال الرابضين خلف قضبان زنزين الاحتلال، والشفاء للجرحى، والنصر لشعبنا العظيم الذي يجسد أمثولة في التحدي والإصرار على مواصلة المقاومة والكفاح من أجل حرية واستقلال شعبنا. والسلام عليكم. الحمد لله الذي قهر عباده بالموت. الحمد لله القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحمد لله الذي قال جل جلال الله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولدتك أمك يا ابن آدم باكية والناس من حولك يضحكون. فعمل ليوم إذا ما مت فيه كنت أنت الضاحك المسرور. كم من الناس عاشوا معنا أليسوا تحت الثرى؟ ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد الجواب. فقال الحبيب وقال الأخ وقال الصديق وكيف لي أن أرد جوابكم وأنا رهين جلاجل أكل التراب محاسني فنسيتكم. القبر أيها الإخوة الكرام الذي مهما اتسعت الدنيا مالا، الذي مهما اتسعت الدنيا ذنوبا وشهواتا، ستضيق عليك هذه الحفرة المظلمة، سيضيق عليك هذا القبر المظلم، وحينها سيعودون إلى الدنيا التي كنت فيها قبل نصف ساعة. هذه الدنيا التي ستسمع كرع نعالهم وهم يعودون إليها، ثم سيقول لك الله عبدي ذهبوا وتركوك وفي القبر وضعوك، ولو ضلوا معك ما نفعوك، ولم يبق معك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. أيها الأحبة، عش ما شئت فإنك ميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. نعم،
فإنك ستجازي بالعمل الذي ستعمله والذي عملت به. أيها الأحبة في الله، عندها والله سيمر أمام عينيك شريط من الذكريات، تلك الصلوات التي كنت تتركها، سيمر أمام عينيك صلة الرحم المعركة المعلقة بعرش الرحمن التي تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. صلة الرحم، الصلوات، أمك وأبيك، بر الوالدين عليك بهما، وأخص بحديث الشباب. أيها الإخوة الكرام، ولا أريد أن أطيل عليكم، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي طاب بانيها، فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب مسكنها. وأقول بكلمة الاحتلال حق، أقول كلمة حق، أيها الأحبة في الله، هذا المحتل الغاصب الذي يدعو بنفسه إسرائيل، هو ليس إسرائيل ولا ما يحزنون، هذا المحتل الذي أثار في هذه البلاد الفتن والغصب وعاث في هذه الأرض الفساد، هم يحملون عقيدة وأنتم تحملون عقيدة، والبقاء لمن كان مخلصا لديانته. وأقول ولا أريد أن أطيل عليكم، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا فررتم من دفن أخيكم فاسألوا الله له الثبات فإنه الآن يسأل. اللهم إني داع فأمنوا، اللهم وأكرم نزله، اللهم وارحمه برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه يا الله، اللهم وتقبله من الشهداء في عليين، اللهم إنا نسألك برحمتك يا أرحم الراحمين أن تتقبله من الشهداء يا الله. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين. آمين آمين. وأنت يا ربنا على ذلك قدير، ونحن على ذلك من الشاهدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أما الآن ننتقل مع كلمة إلى أبونا عبد الله، فليتفضل مشكورا. بسم الله الواحد الأحد. وإن كان لابد من كلمة بهذا عافية، الكلمات هي كلمة تنبثق من أعماق القلب. كلنا ننحني إجلالا واحتراما أمام جثة شهيدنا أبي هاني، هو رمز جميع الشهداء، وكما قيل هو شهيد وشاهد على بربرية هذا الاحتلال. ونحن من هنا نطلب من الله تعالى الرحمة لأبي هاني ولجميع شهدائنا الأبرار، نطلب التحرير، الحرية لأسران البواس، إلى شفاء للمرضى، ونطلب أيضا من الله تعالى أن يمن علينا بالاستمرار في نضالنا. ونقول للجميع الرحمة لشهدائنا ولثوراتنا الدوام، حقق الله أمانينا حتى نصل إلى نهاية المشوار ونرى أمانينا المنشودة تحققت، وإنها الثورة حتى النصر. نعم، إنها ثورة حتى النصر، حتى النصر، حتى النصر. أما الآن فننتقل مع كلمة إلى السيد جلال أسعد بن نعمان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. بأبي وأمي أنت يا خير الثرى، وصلاة ربي والسلام معطرا لك يا رسول الله محبة صدق، فاقت محبة كل من عاش على الثرى لك يا رسول الله محبة صدق، لن تنتهي أبدا ولن تتغير.
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. كلما هبت النسائم وناحت على العيك الحمائم. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال أيضا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الموت حق والموت عدل رباني، لأنه لا يفرق بين أحد، لا يفرق بين صغير وكبير. نعم، إنه حق وعدل رباني. إذ نقول للشهيد أبو هاني: نم هنيئا مطمئن البال، نم هنيئا مع الصديقين والصالحين، نم هنيئا في جنات الخلد والنعيم. فالعهد كل العهد والقسم كل القسم، سوف نحمل رايتك وسنؤدي أمانتك وسنسير على درب الشهداء. أيها المهنئون، أيها الحاضرون، أحييكم باسم أهل بلدي وباسم عائلتي دار أسعد فردا فردا، وأشكركم على حضور حفل زفاف الشهيد، راجيا للعلي القدير أن يردها عليكم في مصراتكم. أيها الحاضرون، بيت التهنئة للشهيد سيكون لمدة يومين في قاعة جلجلية، قاعة محمد جاسر. شكرا لكم، ولا نقول إلا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى روح الشهيد وشهداء فلسطين، لهم منا ثواب الفاتحة. المجد والخلود للشهداء الأبرار، والحرية لأسرى الحرية، والشفاء العاجل لجرحان البواسل. والسلام عليكم ورحمة الله.